إن إمام المسجد الذي نصلي فيه يجيز التوسل بالأموات من الأنبياء والصالحين، هل تجوز الصلاة وراءه؟ أفيدونا أفادكم الله ونفع بكم وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، التوسل بالأموات فيه تفصيل، إن كان المراد به التقرب إليهم بشيء من أنواع العبادة للدعاء أو الاستغاثة بهم أو الذبح لهم أو النذر لهم كما يفعله عباد القبور اليوم، فهذا شرك أكبر، وهذا الإمام مشرك الشرك الأكبر، وإذا كان يجيز هذا الشيء فهو يجيز الشرك والعياذ بالله، فهذا لا يصح، لا تصح صلاته ولا تصح الصلاة خلفه حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو الشرك الذي كان عليه المشركون الأولون، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذه حجتهم، يعبدونهم من دون الله ويقولون إنهم يقربوننا إلى الله، وهذا هو فعل عباد القبور اليوم، وإن سموه توسلا فالاسم لا يغير الحقيقة، هو الشرك، هو الشرك الأكبر، والذي يجيزه لا تجوز الصلاة خلفه ولا تصح صلاته هو في نفسه حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما إن كان المقصود من التوسل بالأموات جعلهم وسائط بينه وبين الله في قبول الدعاء، يعني يدعو الله بجاههم أو بحقهم أو بشفاعتهم، فهذا أمر محرم ووسيلة من وسائل الشرك، ولكنه لا يصل إلى حد الشرك الأكبر، لكنه محرم ووسيلة، لأنه لا يجوز التوسل بحق المخلوقين أو جاه المخلوقين أو منزلة المخلوقين عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله لم يشرع لنا ذلك، ولأن هذا وسيلة للشرك بهم وعبادتهم من دون الله، فهذا تصح صلاته وتصح الصلاة خلفه، لكن لا بد من نهيه ولا بد من البيان له، فإن لم يمتثل فإنه يجب عزله عن الإمامة، لأنه يضلل الناس بهذا الرأي ويقتدي به الناس، فلا يصح أن ينصب هذا إماما للمسجد. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.